انا يعني هكون وجه لوجه للجمهور، انا يعني برحب بحضراتكم في دور لجنه الشباب في العائله المصري. اولا انا بشكر حضرتك الدكتوره نهيد، شكرا جزيلا على الدور الكبير اللي بتقوموا فيه في مكانين، وزاره الثقافه المصريه من خلال ملتقى النهارده، والنهارده عنوان الندوه المهم جدا جدا التي بتثيري قضيه امن القوم. التعليم هو ثقافة قضايا أمن القومي، عشان تكون المداخلة بتاعتي مكثفة يعني ببدأ من الحس بقى دي. الدكتور مسعد مقرر لجنة الشباب برحب بحضرتك تحديدا شديدا، إنه يتم نقل كل ما حدث النهارده عشان يكون في غرض من هذه الندوة. في ندوات كتير أيضا تقام في عدة يعني أماكن داخل الدولة المصرية، يكون لهذه الندوة الغرض برضه منها يتم رفع توصية. هقول لفين على وجه التحديد، لما اخد بالترتيب الكلمات كل حد من حضراتكم منور عنده نقطة معينة كده. يعني حضرتك في بداية الكلام دكتور محمد ربطت الكلام بتاع حضرتك بالاقتصاد من خلال الكتاب بتاع حضرتك. حضرتك في ثقافة الإخلاق، حضرتك في تمكين المعلم، دكتورة نهيد في القضايا التي مواجهتيها، حلم حضرتك مهندسة كريستين في إنك لفيتي 18 محافظة. لما أجي أبدأ بالكلام عن حضرتك، الاختلاف هو اللي جعلنا قوة، بس في اختلاف هو الذي لا نقبله في التعليم، وهذا لا يخص الدولة المصرية على وجه التحديد، وإنما هو موجود. إحنا عندنا تعليم أزهري، تعليم غير أزهري، تعليم ناشونال، تعليم انترناشونال. هذا الاختلاف في التعليم هو الذي يجعل من قضية التعليم قضية أمن قومي، ولابد أن يرفع من ورا التوصية اللي أنت أصلا عاملة بيها حاجة مهمة جدا، وهي أن يكون داخل المدارس المتعددة، وهذه الأنماط المتعددة. كلنا اللي خريج سي فرنسي والإنجلش سكول، وأتحدى أن يكون معظم اللي موجودين هنا مدارس حكومية. بنلف نلف في العالم كله وبيجمعنا مكان واحد اللي هو النهارده بيت السناري. بنكتشف اكتشاف كبير جدا ان في طبقيه فيها تعليم، فبيجي اللي جاي بطبقيه من التعليم ده داخل الجامعه المصريه، بحاول اول حاجه اعملها توظيف هذه الطبقيه في التعليم. شيء اخطر انه لما تيجي تشوفوا التعليم في النظام الفرنسي على وجه التحديد او النظام الامريكي في التعليم، ما عندنا انتصار، عندهم هزيمة في التاريخ، لأن ليس تاريخ مصر هو اللي يدرس في هذه المدارس التي تتبع النظام الفرنسي، اللي بيتبع على أرض مصرية واللي بيتبعه السفارة الفرنسية في الدراسة بيدرس التاريخ الفرنسي وليس التاريخ المصري. فعند دراسة الأحداث المصرية ومنظور تاريخ فرنسي يتم قلب الحقائق. حرب أكتوبر عندهم مش انتصار، عندنا انتصار. فكده بيتم في لعب في الهوية المصرية لعقلية الطفل من هو صغير حتى سن 18 سنة. فأنا أرجو من حضراتكم التوصية اللي تطلع النهاردة من هذه الندوة مهمة جدا جدا جدا، تعليم وثقافة قضايا أمن قومي، إنها تطلع لمجلس النواب على وجه التحديد، بأن يتم توحيد مادة أو مادتين داخل الدولة المصرية تكون موحدة في كل أنظمة التعليم، أزهري وغير أزهري، ناشونال أو انترناشونال، بحيث إنه دي تكون موحدة. فعندما نجتمع كلنا على منصة معينة تخص التعليم وهو الثقافة، هيكون عندنا حاجة معينة كلنا مجتمعين عليها. دول إيه المواد دي اللي تكون موحدة في الدولة المصرية؟ هذا ليس دول، هذا دور حضرتك على وجه التحديد، لأنه أنا مش تربوي. أنا جاي يعني تجربة في سنة من السنوات، أنا أستاذة أدب مقارن، لمن لا يعرفني كلية الأرث والجامعة عين شمس وتخصصي ترجمة وأدب مقارن. فجالي دعوة بإن أنا أقوم بتدريس اللغة العربية في مدرسة القلب المقدس على وجه التحديد. رفضت. ليه؟ لأني أنا مش تربوية، ممكن أدي نظرة لطفل التعامل مع سن 21 فما فوق ماجستير ودكتوراه، غير التعامل من سن طفل لغاية 18 سنة. نظرة ليا أو رد فعل تجاه طفل وأنا مش تربوية ممكن تأثر في حياته بالسلب، وده الجزء النفسي اللي أنت اتكلمت فيه. يحصل مائدة مستديرة من المنوطين بحركة التعليم ما قبل الجامعي،
يتم توحيد ماده او مادتين يخصوا بالحوار التسامح في الاديان، ويتم تدريس هذا في الازهر على وجه التحديد والتعليم الحكومي ايضا، لانه معظم التعليم هنا كل معظم الموجودين هنلاقيهم خارجين مدارس حكوميه. فاعتقد ان دي توصيه مهمه جدا انها تترفع مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ. شكرا جزيلا مره اخرى دكتوره ليجد على تحية جميلة النهارده. أعتقد بأهمية التحليل اللي الدكتور مسعد تقريبا سجلها كلها، فكتب وراكي كل كلمة. ننتقل لسيف اللي هو أشرف. أنا كنت بردانة، أنا ما بحبش من دخلتي إن أنا أعرف نفسي. أنا شو يعني وظيفتي الأساسية أنا أستاذ الأدب مقارنة وترجمة في كلية الألسن. معظم ساعات التدريس الخاصة بي إن أنا بدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها. هذا الغرض من تعليم اللغة العربية لك شيئاً، تعريفهم على الثقافة المصرية وتزيين صورة مصر جيدة. ثانياً وهذا هو الأهم، وأظن بيكونوا سنيين أصحاب ديانات غير سماوية. الغرض من تدريس اللغة العربية إن أنا بعمله هو هدفي من بزوان كنت وعيدة إلى أن أصبحت أستاذ كلية الألسن أن يتبعوا ديانة سماوية سواء كانت مسيحية أو الإسلام أو اليهودية. هذا أولاً. أنا لا أدافع عن نفسي بس أوضح لك وجهة نظري. هي أنا تعلم أن بعض المدارس عندما تدخل فيها ولا تتبع النظام المصري فيبعثوا لولي الأمر، أكيد حضرتك عارف ده، تحب تتعلم مادة الدين واللغة العربية أم لا؟ بينتظروا رد. فأنا بقول زي ما بأجبر الأنظمة التعليمية التي لا تتبع الحكومة المصرية باتباع المواد المتخصصين هنجبرهم عليها ونقول في مادة أو اثنين الكل مجبر عليها، لستم أنتم وحدكم ولكن كمان الأزهر الذي يخص التعليم في الدولة المصرية يسمى التعليم الأزهري له لجان مخصصة من أجل وضع مواد تعليمية. هنقول نحن أجبرنا ولا أقول أجبرنا يعني أو أقنعنا الأزهر أو التعليم الأزهري بأن يقوم بإدخال هذه المواد من أجل أن يتلقاها التعليم ما قبل الجامعي. أنتم أيضا لابد أن تخبروا على أن تقبلوا هذه المواد. فبقول الأزهر على وجه التحديد لأن الأزهر والتعليم الأزهري منظومة خاصة والتعليم الحكومي منظومة خاصة والتعليم الدولية منظومة خاصة. بقول لحضرتك لك أن تتخيل. وأنا بشكر سيادة اللواء طبعا إن هو بدأ كلامه به تعريف الهوية. بقول لحضرتك التاريخ لطفل مصري يعيش على الأرض المصرية يدرس تاريخ فرنسا ليس تاريخ مصر. لك أن تتخيل هذا. أتمنى أن يكون وجهة نظري اتوضحت. ومش مشكلة الأزهر بالأخص لأنه هو منظومة مؤسسة تعزيز مهمة جدا لها الدولة المصرية. شكرا جزيلا دكتورة حكايات حسن الميدي. تفضل وبعدين استاذ